عن الأصمعي قال: لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول: يا رب، قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما علمهم بعظيم العفو غفار، إن الموالي إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. اللهم اغفر لي، فإنهم زعموا أنك لا تفعل. فأخبر بذلك الحسن البصري فقال: تالله إن نجا فبهذا.